مين هالوسخ كمان؟ ليكون عن جد اختك كتير لذيذة، بس عطول عقلة عندك. بحاول اني اشغلها واحكي معها شوي، بس ما بتنساكي بنوب، بتلفوا بتدور بترجع لسيرتك. انتو كتير متعلقين ببعض مو هيك؟ يا روحي نزلي حبيبة قلبي وعمري، رح موت لحتى اشوفها واحضنها بين ايدي. رفيف انا ما عم احكي لك لحتى تزعلي، بالعكس لحتى تفرحي. نزلي بامان عنا، لا تاكلي هم. مو هي المشكلة، أنا مأمنة عليها، بس الله يوفقك لا تواخذني كرم بيك، أعصابي تعبانة كتير بآخر فترة وما بعرف من شو. بترجاكي لا تبكي، ما بحب شوف دموعك. هاي العيون ما عاد بدي شوف فيها الحزن أبدا. بترجاكي افتحي لي قلبك واحكي لي كل شيء، انا جاهز اعمل اي شيء بالدنيا كرمالك. رفيف محمود، شو هاد هو؟ ها رفيف، هذا ابوه لابن الحرام اللي بطنك؟ ها؟ رفيف شو عم يقول هذا؟ خليك بعيد عنا، ارجع لورا، ارجع. رفيف ليش ساكت احكي؟ هذا ابوه للولد يلي بطنك؟ محمود لا تقرب. مو هو عم تكذب مو هيك؟ ها؟ عم تكذب لحتى تغطي على اللي عمله هالواطي؟ قلت لك محمود مو هو. إذا عن جد مو هو، مين اللي سوى هيك لكان؟ مين اللي قرب على حبيبتي؟ هذا الخلاف منحله بيناتنا، خليهم يروحوا هلا. لا تضحك علي مرة تانية عمران بيك، ما رح أعمل إلا اللي بدي إياه، فهمت؟ طيب اهدى، تمام. إذا ما نزلت هالسلاح ما رح خبرك بالحقيقة أبداً. مثل ما بدك، لكن رح أقتلك وما بدي أعرف في الحقيقة. محمود رفيف فادي عنه. رفيف ما دخلون هن. رفيف خلص الله يوفقك، لا تكذبي علي مثلهم كمان. هي هي الحقيقة، صدقني مثل ما عم قلك، صدقني هن بس عم بيساعدوني، ما في شي غيره. لك أنا حكي لي بسرعة، مين هالكلب اللي عملها؟ حدا من الضيعة؟ مين هو؟ قلي لي لحتى روح وقتله بأرضه. لك أنا ما بيكون اسمي محمود إذا ما انتقمت منه وقتلتلك يا مدام نهالك حياتك من أولها. أنا رح أنهيله حياته، بس قلي لي مين هو؟ اتصلت بالشرطة وهلأ جايين. رجع لورا، يلا رجع. شو عم يعني؟ تعالي لهون رفيف، رجع رجع ولا تعال لجنبه عمران بيك. تمام اهدى شوي، تحرك يلا تحرك. تمام رجع لورا، لا تأذيه وتأذي حالك. لورا اوكن، حدا يتحرك، خليكم بمكانكم. اهدى شوي ولا تتهور يا مجنون. رفيف رفيف لحدا يقرب. رفيف شو صار لك؟ رفيف خليك بمكانك. رفيف رفيف رفيف
مرحبا فيصل. أهلين محمود، طمني شو صار معك؟ قدرت تعرف البنت من مين حامل؟ لك يا ابني هلأ مو وقت الأخذ والعطا، هنن طلبوا الشرطة وهربت. شو؟ عن جد عم تحكي؟ ليش شو صار؟ تركني من هالحكي الله يوفقك، أنت جهز لي أغراضي فوراً وجيبهم على العنوان اللي رح أبعت لك ياه. لا تتأخر، لازم هالكم يوم أبعد عن الوش وما أظهر أبداً، الشرطة عم تلاحقني. حمل حالك وتعال تخبى هون عندي، البيت بيتك يا زلمة. لك شبك بيتك أول مكان رح يدوروا علي فيه. هلأ تركني من هالحكي واسمعني، أنا معي مبلغ كتير منيح بالشنتاية السودة تبعي، جيبهم معك وانت جاي. ماشي محمود، بس ما عرفت رفيف من مين حامل؟ الظاهر واحد واطي قليل شرف من ضيعتنا. أنا لسه ما عرفت مين هو، بس أول ما أعرف مين صدقني ما رح تمر ساعة بدون ما أكون أكله. يلا بخاطرك. صرتي أحسن؟ أي تحسنت الحمد لله. رح أجيب لك كاسة مي وأرجع. عم بيجعك شي؟ لا بنوب، بعد إذنكم بدي أغسل وأرجع.